جعفر، كتاب والدي مسرورات، حدثنا عن هذا الكتاب. اوكي. المؤلف ماري بوب أوزبورن، دار النشر، هاشيد أنطوان، عدد الصفحات 80 صفحة. فكرة وملخص الكتاب. اوكي. وجد شادي وأخته علا حزالا سحريا أخذهما إلى زمن الديناصورات، وقاما هناك بمغامرات شيقة ومخيفة بنفس الوقت. وفي آخر لحظة لهما قبل أن يهجم عليهما التيركس، عاد إلى زمانهما وبيتهما سالمين. ما هدف الكاتب من هذا الكتاب برأيك؟ أرى أن هدف الكاتب أن يري القراء أن علينا التوازن. فقد وضع الكاتب لقد جعل الشخصيتين شادي وعلا مختلفتين تماما عن بعضهما البعض. شادي ولد يحب القراءة والكتب الواقعية، لا يحب الخيال كثيرا ويحسب خطواته كثيرا ولا يجازف. أما علا فهي عكسه، تقدر تحب قرأ الكتب الخيالية وتخاطر ولا تحسب خطواتها. فعلينا أن نتوازن. أنا مع قلبا وقالبا أن القراءة مهمة، ولكن التوازن مطلوب. فعلينا، فالتوازن هو الأهم. هل تؤيد الكاتب بأن يكتب قصة خيالية؟ نعم. لماذا؟ لأن الخيال جميل ويوسع آفاقنا، وكل الاختراعات الآن هي كلها كانت من الخيال، ولكن مع العلم لقد استطعنا تحقيقها، فهو طريق الاختراعات. طيب، كتاب فاتن لم تعد حزينة. المؤلف إليزابيث دوموجي، دار النشر، ورشة الموارد العربية، عدد الصفحات 32 صفحة. حدثنا عن الكتاب. فاتن بنت في السابعة من عمرها، ترقد في بيتها بسبب إصابتها بشلل الأطفال، فهي حزينة ووحيدة حتى بادر أطفال مدرستها بالتعاون مع أستاذهم للقيام بحملة تساعدها على الالتحاق بالمدرسة لتخرج من عزلتها وتتعلم. وكما قاموا أيضا بحملة توعوية للوقاية من هذا المرض عبر أخذ المطعوم في سن مبكرة، فبالتعاون معا نستطيع تغيير حياة إنسان. ما المغزى الذي أراد الكاتب أن يوصله إلينا؟ ما مغزى الكاتب من القصة؟ أنه علينا دائما التحلي بالأمل وعلينا أن دائما لو تعاوننا نستطيع تغيير حياة إنسان. فحتى لو غيرنا حياة إنسان من الممكن سوف حتى حياة إنسان من الممكن أن هذا الإنسان أن يغير إنسان حياة إنسان آخر وهكذا. فإن استطعنا فعل شيء لنفعله. تنصح الآخرين بقراءة الكتاب؟ نعم. لماذا؟ لأنه توعوي وبطريقة جميلة وهدف. الكتاب هدف، لديه مغزى مهم. مغامرة في الصحراء الكبرى. المؤلف عمرو أبو حميدان، عدد الصفحات 21 صفحة. انطلق أصدقاؤنا لرحلة إلى الصحراء الكبرى، حيث تعرفوا على مصادر الماء في الصحراء ومفهوم الواحة وعلى حيواناتها وخصائصها المذهلة للتأقلم مع بيئتهم الصعبة. وكما أنقذوا ملك الجرابيع من سم العقرب بعد تعرضه للدغة حادة. هذه القصة حقيقية؟ لا. طب لو أردت أن تغير عنوان الكتاب ماذا تغير؟ إلى ماذا تغيره؟ أوكي. الصحراء بيئة صعبة.
الصحراء وبيئة مصعبة. الصحراء وبيئة مصعبة. لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأن لقد أثناء قراءتي للكتاب لقد رأيت أن الحياة في الصحراء صعبة جدا، ولكن الحيوانات هناك تمتلك خصائص مذهلة لتستطيع التأقلم. لماذا أفادك هذا الكتاب؟ أفادني بأنني دائما علي أن أتأقلم مع الوضع.